من الماركة الرائدة فانسي ميركل لقيت نجاحات كتير كبيرة على شاشتنا من جديد. عم نقدم لكم منتج لقى كتير استحسان، وكمان كتير من الأشخاص طلبوا هيدا المنتج كونه عم نقدم اير فراير بشكل جديد وبنفس الوقت بتكنولوجيا حديثة وبسعر تنافسي. بعروض رمضان قدرنا نبيع من هيدا المنتج ونفذت كل الكمية، وبناء على طلبكم وقد انتو حبيتوا هيدي الاير فراير من جديد عم نرجع نقدم هيدي المجموعة اللي جاي لكم من ماركة رائدة وهي ماركة فانسي ميركل الألمانية. تعودنا كتير على منتجات قدمتها على الشاشة. شو اللي بيميز الاير فراير او المقلية الهوائية اللي عم نقدمها اليوم؟ اول شيء الشكل اللي كتير جديد، الشكل الحديث، سهلة الاستخدام وتكنولوجيا اكيد متطورة لحتى تعملوا كل المأكولات من دون استخدام الزيوت. اول لون عم نقدم لكم اياه هو جاي لكم اللون الاسود مع الروز جولد. الروز جولد هو من الاشياء اللي كتير 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 نادرة انه نحن نلاقيها بالاسواق، وخاصة بالمنتجات او الاجهزة الكهربائية اللي متعلقة بالمطبخ. هون عم نشوف في الروز جولد قد ايه جاي كتير حلو، طريقة استخدام الجهاز حنشوفه بسياق الفقرة بشكل كتير تنافسي. لكل صبية حابة هيك تغير شوي مطبخها، تعمل نقلة نوعية لها شيء جديد، في عنا كمان اللون الأحمر اللي جاي مع الأسود والفضي. هيدي هو اللي ميز مجموعة فانسي ميركل، وخاصة هيدا اللونش من الاير فراير انه جاي بشكل ما سبق وشفناه. واللون الجديد الحديث لكل وحدة عم بدها هيك الشيء عن جد يكون غير مألوف، عنا اللون الرمادي اللي جاي كمان مع الروز جولد. طريقة استخدام هيدي الاير فراير سوبر سهلة، فيك تعملي فيها كميات كتير كبيرة، أكيد بسياق هيدي الفقرة رح نشوف هيدا الشيء. والسعر تنافسي عم نلاقيه قدامنا على يمين الشاشة، ما بتلاقي هيك سعر أبدا بالأسواق لاير فراير. معي بهيدي الفقرة شيف طلال كوكاش، أهلا وسهلا فيك شيف. أكيد. تشرح لنا أكثر على هيدي الاير فراير، طريقة استخدامها وقد ايه سهلة. اكيد سارة اني مبسوط كثير اني معكي، وطبعا مبسوط كثير اني رجعت القلاية بعد ما خلصت. نحن عنا هوني، نحن اذا منشوف هذا السلة اللي موجودة عندي اني، طبعا هون نحن عنا نزرها، خلينا بس نفرجيها للكاميرا، نزرها بس نكبسه بشكلها طلعت عندي السلة. السلة ها اذا شايفين نحن فيها فتحات من هون، هاي الفتحات لتدخل الهواء 360 درجة للأكل. أما هون نحن عنا المصفاي مثل ما شايفين لنحط أي شيء، لحمي جاج أو شيء، الدهون والزيوت بتنزل عندي هون أنا وبتتجمع بالكونتينر اللي موجود عندي. إذا نحن شايفين في عنا نتوء طالع بالكونتينر من جوا، ها مشان تتجمع فيه الزيوت والدهون وما تلمس الأكل عندنا هون. طبعا إذا بدنا نحكي على نحن على الكمية، هذا 2 كيلو ونص بطاطا حطناهن مره واحده. هيدا اسهل شيء بدها اياه ست البيت، ما تتغلب، وخاصه بالقلي بنلاقي عم تقلي على مراحل، خاصه اذا كانت العائله كبيره. سكرناها هون ساره مثل ما نحن شايفين، نحن عندنا وقت وعندنا حراره. طبعا الوقت هون اذا نحن بدنا نحطها على 17 دقيقه ل 18 دقيقه كثيره، وهون نحن بنيجي على ال 180 مثل ما انت شايفه هون. طبعا هون نحن عندنا هذا الدولاب اللي موجود فوق، ها للحراره من 0 ل 200 درجه مئويه. طبعا شوفي هون نحن اذا بدنا نفرجيه للكاميرا، شوفي هون احلاها هيك. طبعا نحن بنفرجي هون الكاميرا عندنا صارت جاهزه، بنشوف كمان نوعيه الاكل كيف بتطلع، الكميه اللي بتطلع، وخاصه هلا عم نشوف انه في عندنا هيدا الاوبشن الفلتر، احلى شيء بالحياه. هذا الفلتر ساره نحن مثل ما شايفين نحن عندنا هون الفلتر، ها بيطلع منه طبعا الدخان منقى مصفى، ما في اي شيء عندك انت هون. بنشيل هاي، شوفي البطاطا اللي عندي، شوفي بكفي صوت البطاطا قد ايه هيك كريسبي ومقرمشه، والكميه الكبيره. ليش الكميه الكبيره؟ صدقوني كل ست بيت بتفوت على المطبخ تعرف غلبت القلي كميه كبيره، لانه بتصير بتعملها على مراحل، وهيدا الشيء بيكون كثير متعبه باغلب الاوقات. هلا رح نشوف معك شايف كمان قد ايه ما في ولا نقطه زيت، ما في عندك زيت ولا اي شيء من الزيت، مع انه اذا بنطلع نحن على الصحن البخار عم بيطلع من البطاطا مثل ما انت شايفه. شوفي شوفي ساره هون كميه البطاطا ما احلاها، وطبعا اذا جبنا نحن هون حبتين هيك وفتحناهم، شوفي من برا كيف مستويه ومن جوا بعدها طريه مش ناشفه. طبعا بنيجي للخاصيه الثانيه وللون اللي كثير حلو، اللون الاحمر.
طبعا عم نقدم ثلاث ألوان، عنا اللون الأسود، عنا اللون الأحمر، وعنا اللون الجراي أو الرمادي بسعر تنافسي عم نشوفه قدامكم على يمين الشاشة. هوني سارة طبعا اللون الأحمر، شوفي شو حاطين احنا فيه، شوفي هون، شوفي كم جاجي، أربع دجاجات بقلب هيدي الاير فراير. عم نحكي على سعة كتير كبيرة، على الشكل الجديد، وعلى سعر تنافسي ما أبدا شفناه. اير فراير هلا أو المقلاة الهوائية جهاز أساسي لإلك بالمطبخ لحتى يخليك تستغني عن الدهون الزيوت، تقدري تعملي كل المأكولات اللي بتحبيها من مقالي لوجبات سريعة لأولادك من دون استخدام الدهون. وليكو كيف كل شيء بينزل لتحت. أكيد سارة هون نحن مثل ما شايفين نحن عنا من المصفاي الزيوت والدهون عم تنزل عم تنطط لتحت. هون نحن حاطين البطاطا والبصل، خلينا نستخدمهم هون لفرجيهم على شغلي كثير كثير حلوة. هون نحن شوفي كمية الزيوت والدهون اللي فصلينا عن الأكل. شوفي سارة، شوفي 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 شوفي، أيوة تتخلصي منها تماما. هاي كلها زيوت دهون، تتبيلة الدجاج نفسها كلياتها مثل ما انت شايفي خلصنا منها. منيجي لشغلي كثير كثير حلوة سارة هون وأساسية تكون عندك انت هون، إذا جبنا هاي الدجاجة هيك وقصناها بالشكل ها، شوفي 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 ما أحلاها، شوفي كيف مستوية، شوفي شوفي كيف مستوية عندك الدجاجة انت. وطبعا من جوا بعدها مش ناشفة، جوسي بعدها هيك طرية ومحافظة على رطوبة الدجاج والتتبيلة، على عكس الأشياء اللي بنلاقيها بالأسواق أو الدجاج اللي على الفحم أو حتى على الغاز اللي منجيبه. ناشفة ناشفة الدجاجة عندك، ناشفة كلياتها. وإذا بدك تقصي من هون من الدجاجة شوفي كيف بتكون بعدها حمراء من جوا من عند العظم. نحن عنا الدجاجة بتكون مستوية 100%. ننتقل كمان من جديد لحتى نشوف وجبة تانية فيكن أنتو تعملوها. نرجع منذكركن أنه نحن عم نقدم لون جديد وهو اللون الأسود أول مرة. عم نشوف الروز جولد، عم نشوف كيف اللون الذهبي الزهري داخل مع الاير فراير. عن جد شوف ما منلاقي أجهزة بهيدي الألوان الحلوة. أكيد سارة مدامك أنت قلتي عنا حلوة، طبعا أنت ذوق كامل وأنا شفت المطبخ عند سارة بجنن، فمنشان هيك لما هي عم تقول لكم على قلاية هوائية بتجنن فمعناتها بتجنن. مظبوط، هون السعر أهم شيء إنه تنافسي سارة. نحن هون طبعا نحن إذا بدنا ناخذ عليها هلا السمك 200 درجة الحرارة 200 وتحطيها مثلا عندك أنت هون 13 دقيقة بالضبط، 13 دقيقة بالضبط شوفي شو طلع عندي أنا من جوا، شوفي سمك، شوفي اللون. وبأكد لكم ما في ريحة سمك قوية أبدا، هيدا كله بفضل الفلتر، لأنه بقلب هيدي المقلاة الهوائية كمان في فلتر بيساعدك لحتى يسحب الهواء أثناء الطهي. والشي اللي ما بتقدري أنت تعمليه أبدا بالآلة التقليدية أو بالأجهزة التقليدية، هون عم نشوف كيف فيك تعملي سمك لك الكاباسيتي، لك السعة الكبيرة اللي كمان ست البيت فيها تحط فيها الأكل. أكيد سارة طبعا نحن هون شوفي شو عندي، هاي الشلفش طبعا نحن حاطين شوي مع الروبيان هون مثل ما انت شايفه طبعا، ها هيك كثار الكميه على الصحن، بدي اخلي هذول هون انا جوا. وشاف خلينا نرجع ننوه على الفلتر اللي موجود من الخلف، هو اللي بيساعدك لحتى تطهي شو ما بدك من المأكولات من دون ما يكون في اي ريحه. يعني علينا مثل ما شفنا الفرنش فرايز، عمل الشيف للدجاج، عملنا هلا السمك، ما في ابدا اي ريحه. اكيد سارة هون شوفي هون شوفي 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 مستوية، شوفي كيف مستوية، شوفي ما أحلاها، شوفي ما فيها ما بتحسي. تعرف شاف شو حبيته؟ غير إنه مستوية، لما منقلي السمك بالبيت بيروح شكله، ببطل في شكل كتير حلو للسمك على السفرة. هون السمك محافظ على الشكل اللي كتير حلو ومستوي 100%. لهيك جات رجعته. هوني سارة طبعاً. للون اللي كتير حلو وهو لون الجراي. أنا برأيي هيدا اللون أكتر شيء جديد شفناه، شفنا الأحمر، شفنا ألوان كتيرة، شفنا يمكن الأسود بالأسواق هو اللون الرائي، شفنا الأبيض، ولكن لون الرمادي مع الروز جولد أول مرة عم نشوفه بمجموعة جديدة من فانسي ميركل. أكيد سارة طبعاً نحن هوني إذا بدنا نفرجيهم شو عاملين جوا الكيك اللي كتير حلو. طبعاً هون درجة الحرارة 165 درجة وعندك أنت هون الوقت ربع ساعة بيطلع عندك الكيك.
كيك ربع ساعة، بالفرن الكيك ما بياخد أقل من ساعة أو يعني 50 دقيقة لحتى يخلص عندك الكيك. هون الكيك ربع ساعة 15 minutes بس تقدري أنت تحصلي على كيك. عم نحكي على كاباسيتي كبيرة، على شكل كتير حلو، على طريقة استخدام كتير سهلة، بس بتعير الوقت والحرارة. خلينا نشوف الكيك لك، حتى الكيك اخذ ال 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 الاستوى المزبوط هيك فلافت. عنا الكيك فلافي بطريقة حلوة. شوفي هون، هون ما عندك شيء ملزق أبداً، ما عندك شيء منزوق. شوفي شوفي شوفي، خلينا بس هيك فرجيهم للكاميرا وين. هون هون شوفي شوفي، ولا أحلى. شوفي هيك ولا أحلى. توزيع الحرارة متساوي على هيدا الأكل، لأنه كمان التكنولوجيا عم نحكي إنها هي حديثة. عم نحكي على سعر تنافسي، وهيدا السعر عم نشوفه قدامكم على يمين الشاشة، سعر ما بيشبه الأسعار اللي شفناها بالأسواق. منشوف نحن وياكم الأسعار بالأسواق، عم نحكي على 899 على 943 ريال سعودي. عم نحكي كمان على أسعار كتير غالية، حتى أسعار المنتجات اللي عم نقدمها بالأسواق 1009، ولكن نحن عم نقدم السعر تنافسي ما سبق وشفني أبداً. سعر جديد، ثلاث ألوان ولا أحلى. عنا اللون الأسود، عنا اللون الأحمر، عنا اللون الجري، وكمان بكاباسيتي كتير كبيرة. هلأ على السريع شيف، رح أطلب من كل حدا عم بيتابعنا، حبيتوا هيدا العرض اتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة. كل اللي انضم لنا هلأ أو كل اللي حابب يعرف أكثر على منتجنا، ابقوا معنا بعد البريك. أنا وشيف طلال مكفيين معكم. أكيد. في معكم هيدي الفقرة مع كل الأشخاص اللي اشتروا هيدا المنتج، ومنهم هيدول الريفيوز حبوا المقلاية الهوائية قدي كانت هي فعالة لقلهم بالمطبخ. بنفس الوقت هون عم نشوف قدي كانت منتجات فانسي ميريكل عملية لقلهم، وهون قدي حبوا الأكل الصحي الطبخ فيها، قدي كان الأكل مقرمش وطعمته غير شكل. ومن ضمن الأشخاص قدي عطوا ريفيو 5 نجوم على هيدي الاير فراير. شو اللي بيميز هيدي الاير فراير من فانسي ميريكل؟ الشكل الجديد، الالوان الحلوه، والسعر التنافسي. اول لون عم نقدمه لكم هو اللون الاسود، وجاي لكم مع الروز جولد، او اذا بدنا نقول اللون الذهب الزهري. لون جديد ما بنشوفه ابدا بالاجهزه، وخاصه الكهربائيه المتعلقه بالمطبخ. اما اللون الثاني لكل صبيه جريئه حابه تضيف لون كثير جريء على مطبخها، عندك هون الاير فراير اللي جاي لك باللون الاحمر واللون الاسود. واللون السوبر جديد حلو، وكمان بنفس الوقت نقلي لإلك وتغيير بمطبخك، هو اللون الرمادي اللي جاي لإلك كمان مع الروز جولد او الذهب الزهري.
الزهري. سعر تنافسي عم نشوفه قدامكم على يمين الشاشه، اقل سعر على شاشتنا لا مقلاه هوائيه واقل سعر ممكن تلاقوه بالاسواق. هيدي المقلاه الهوائيه نفذت الكميه بعروض رمضان وجاي لكم هلا من جديد لحتى تحصلوا عليها بالالوان اللي انتم حبيتوها. طريقة استخدامها قد هي سهلة، كل هيدا الشيء رح يعرفنا عليه شيف طلال كوكاش. سارة، أول شيء هون نحن عندنا اللون الأحمر، لون كثير حلو وطبعا لون جديد أكيد، ومدخلين له هاي الألوان مع اللون الأحمر الأسود والسيلفر كثير كثير حلوين. هون طبعا نحن عندنا زرين، الزر الأول لدرجة الحرارة، من هون بتاخذي درجة الحرارة لحد درجة حرارة 200، اوكي، من الصفر لل 200 مثل ما أنت شايفة. اوكي، هون نحن عندنا الزر الثاني هو طبعا زر الوقت، بس تشغلي شوفي يعني اكبر اكلي بدها نص ساعه، اكبر اكلي. هون عندنا نحن السله اللي كثير حلوه مثل ما شايفه ساره، في عندنا زر هون نحن ايه؟ بس كبسناه طلعت السله عندنا نحن لبرا، ومثل ما حكينا باول فقره هاي الفتحات لتدخل الهواء 360 درجه بيستوي فيها الاكل، وهون طبعا المصفايه لتنزل الزيوت والدهون لتحت. هون طبعا نحن بدنا نحط هاي قطعه، شوفي قطعه ثنتين هاي ثلاث عم نحكي قطع. على سعة كتير كبيرة وتوصيل الهواء بيكون من خلال قرص معدني ومروحة داخلية بتساعد على توصيل الهواء السخن 360 درجة على الأكل. هوني سارة بس بالشكل ها، شغلة كتير كتير بسيطة انك تشتغلي عليها وسهلة. سكرنا الجهاز من هون، من درجة الحرارة طبعا نحن بنختار مثلا عندنا نحن هوني 25 دقيقة، حتى أقل من 25 دقيقة 22 دقيقة فينا نختار بس 22، وهون درجة حرارة 200 ومنترك الجهاز يشتغل عنا. وطبعا الجهاز بعد شوي بس يخلص الوقت بيطلع عنا ستيك مثل ما نحن بدنا، ولا أسهل ولا أحلى وكمية كتير كبيرة. فيك تعملي هلأ المقالة، فيك تعملي الستيك، المشاوي وغيرها من الأشياء، تطهي كل شي بدك إياه، تحضري الأكل اللي أنت بدك إياه بوقت أقل، بأقل غلبة، بسعرات حرارية أقل. ندهنها شوي بالباربيكيو منشان شو تعطيها نكهة اللي كتير حلوة. خالصة نحن عنا هون طبعا، خلينا نقص منها شوي لحتى نفرجي قد ايه الاكل مستوي. حبيت فكره المقلية الهوائيه، هي مش بس مقتصره على المقالي، فيك تعملي فيها اشياء كثير متعدده. عم نشوف توزيع الهواء السخن قد ايه بخلي الستيك يستوي، على عكس لما بتعمليه بالمقليه على الغاز بيستوي يمكن من برا ومن جوا بيضل ني. شوفي هون ساره، شوفي شوف محلاها، شوفي مستوية تماما يا شيف منها، وما فيها دم وما فيها شيء، وطالعة كثير كثير لونها. ننتقل لوصفة ثانية ولون جديد وهو اللون البلاك مع الروز جولد، قد ايه لون كثير جديد كثير عصري وكثير حلو. طبعا هون نحن بنحطها على درجة حرارة 165 وبنتركها نص ساعة، وبعدين بتعطيها 5 دقائق للعشر دقائق لتاخذ اللون اللي بدك اياه. شوفي شو بيطلع عندك هون، شوفي الكمية، كمية كتير كبيرة، كاباسيتي كتير كبيرة لحتى تخليك تعمل الأكل لكل العيلة مرة واحدة من دون غلبة. سعر تنافسي صبايا عم بتشوفوه قدامكم على يمين الشاشة، أقل سعر ممكن تلاقوه لمقلاة هوائية سواء كان على شاشة سيترس عالم التسوق أو حتى بالأسواق. أهم شيء كل الدهون تقدروا تتخلصوا منها، كمية كتير كبيرة رح يفرجيكم الشيف كل الدهون والزيوت اللي ما بترغبوا فيها تقدروا تتخلصوا منها. هوني سارة شلنا الزيت، الدهن، التتبيلي من لحم، وضل شكل الأكل مرتب وحلو وبنفس الوقت محتفظ بالنكهة. وحنشوف الاستوى معك يا شيف. هوني سارة طبعا هاي أول حبة شلت لكم إياها، خليني أفرجيكم عليها. شوفي هون، شوفي مستوية كومبليتلي، مستوية تماما لا جوا، توزع الهواء السخن واستوت معنا على الاخر. ننتقل هلا، شايفين شفتيها سارة؟ ايه شفتها شف. هون كيف مستوية وكثير كثير حلوة طالعة عندك انت ماخذ النكهة. هذا ملقى ثاني، شوفي محلاها، شوفي هون كيف مستوية مستوية كومبليتلي.
إذا لكل اللي عم بيتابعونا تعرفنا على اللون الأحمر، اللون الأسود مع روز جولد، ننتقل للون الجديد واللون الحلو والغريب هو اللون الرمادي أو الجراي مع الروز جولد. أدي عن جد كتير حلو. شوفوا الفرق بين إنكم تجيبوا أي شيء من الأسواق. شوفي سارة هون أنت عندك الزيت، كمية الزيت اللي موجودة عندي أنا هون، شوفي الزيت اللي على الدجاج. طبعا لما انت بتقلي بالزيت او بتجيبيه من برا بصير هيك مثل ما انت شايفه عندك، بدك تصفيه من الزيت لانه بيكون معبى كثير زيت وما بيكون صحي لاولادك بالبيت. اما هون اكيد هيدا الشيء كلنا بنعرف، الاولاد بحبوا الفاست فود، بحبوا الاكلات السريعه. هلا بوضعنا الحالي وبما عم نمرق عليه عم تتجنب الاهالي تاخذ اولادها على المطاعم، عم نتجنب ناخذ اولادنا حتى على المول. صار فيكي هلا تعملي كل الفاست فودز لاولادك بقلب البيت. شوفوا هون الفرق بين الزيت اللي موجود عندنا هون وبين قد ايه عن جد هونيك الاكل كريسبي، ما في ولا نقطه زيت. شوفوا الفرق كيف عنا هون الأكل بالمرة ما بيسوى، بينما هون الأكل مستوي تماماً. هيدا كله بفضل إذا عم نحكي التقنية الحديثة وهي توزيع الهواء السخن. شوفي شوفي هون، شوفي كيف مستوي، شوفي البخار اللي طالع منها، شوفي ما أحلاها ولونها وشكلها كثير كثير حلوين. ننتقل كمان هلا لجهاز لنشوف وصفه ثانيه فيكم تعملوها. شفنا المقالي، شفنا كيف فينا نعمل انواع مختلفه من الطهي، نحط اللحمه على الرز. خلينا نشوف شو في عندك. اكيد هون ساره طبعا نحن عاملين عليها خبز. حلو مخبزين. شو عاملين هون؟ عندنا نحن البقلاوه. يا عيني على البقلاوه، حلاوه الاير فراير ساره انك فيك تحط بقلبها صحون. اكيد. وهون عندك شغلي لما الهواء بيدخل بيضرب العجينه كلياتها الطبقات، يعني كلياتها عندك مستويه، حتى اذا شلنا هاي اللي تحتها مستويه نفس اللون اللي فوق، اللي بنشيل اللي تحتها شوفي كله مستوي نفس الشيء وماخذ نفس اللون. انا بديش انزعل شكله. شوفي هون بنحط لها شويه من القطر هيك. سلم ايديك يا شيف بتشهي. وايديكي شوفي هون. خلص ولا بس. اسهل. لا اذا لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا، المقلية الهوائية مش بس للقلي، فيك مثل ما فرجاك الشيف طلال تعملي فيها اشياء كثير، تعملي الحلو، تخبزي، تعملي حتى اذا بدك تحضري لحمه او دجاج على الرز، شو ما بيخطر على بالك. اقل من اسعار الاسواق اللي بنلاقيها ب 943 ب 800 وكسور، هون عم نقدم نحن سعر اقل من اسعار السوق، سعر تنافسي، ثلاث الوان عم نقدمها، اللون الاحمر، اللون الاسود، واللون الرمادي، يعني عن جد عرض ولا احلى. شيف اي لون هيك حبيته اكثر؟ طبعا انا بالنسبه لي المره هاي الاسود لانه جاي معه هيك الالوان اللي كثير حلوه، دامجين معه الوان بتجنن، فالاسود كلهم بيعرفوا انه انا بحب اللون الاحمر، بس هالمره اللون الاسود بجنن. انا حبيت مثل ما قال شيف اللون الاسود، حبيت اللون الرمادي كمان كثير حلو. لكل الصبايا اللي عم بيتابعونا تصفينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، اقل سعر ممكن تلاقوه لاير فراير موجود هلا قدامكم بخطوه صغيره بمجرد الاتصال فينا. ما تروحوا بعيد، بقيه فقراتنا المتنوعه اللي حامله لكم اسعار تنافسيه مكفيه معكم القوه.